نتهم الطرف الآخر بأنهم هم الفاسدين، ألا أنهم هم المفسدون؟ يعني هو هذا بيت شعر يعني بالأخير، مو ما يتهم. لا هي آية قرآنية مو بيت شعر. خلاص مثل أكو بس ما يحضرنا الأمر. يعني آية قرآنية على أنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. هاي بعدين تعرف بيها. والله العظيم خل أمزق عليك بسقة أخيرة. ببوس أنت من المشركين؟ هاي سوالف كفار قريش أخي، كانوا يقولون على القرآن شعر. إذا ما تعرف القرآن من الشعر ليش تعالك على الوقف السني؟ جابك على الشغل مو شغلتك يا حبيبي. هذا يجي عليه رد نطبع مصاحف. لا عفو شعر هذا ما عليكم. لا استاذ هذا القرآن ما عليكم، هو شعر هو شعر، أنا أعرفه هو شعر. شبه شبه هو شبه. ببوز أنتوا باسكم عبر الطائفية لو عبر النص؟ هاي مو طلع مال واحد صاحي والله. أنت دايخ أو أنت صح نسيت أنت دايخ هسه لأنه صار لك 6 أيام دافر بيك بالدولاب. طبعا تسوي الآية شعر.